عسلامة مدام. عسلامة. لاباس؟ لاباس عايش. كيف بيك؟ عايشك. اخترنا باش نحكيو على وضعية الترونسبور في تونس. وانت مدام كل يوم تتنقل يعني في المترو؟ كل يوم انا نمشي لامي في المترو. وضعية هي راهو الايجا قال لك هي وضعية معناتها على الاخر، معناتها ما عادش فيهم متروات، ما عادش فيهم جملة التكسير ولا الواحد، وشوية من الشركة وشوية من المواطن زاد. شركة زادة يقعد المترو بالساعة بالساعتين ونحن نستناو، معناتها شوية منه وشوية منه. معناها ترى انه معناها المواطن ماهوش محافظ على الاسطول؟ جملة زادة كل يوم المتروات مكسرين، كل يوم كل يوم المتروات مكسرين، لا ثم مراقبة لا ثم شكون معناتها يحكم فيهم لا حتى شيء. وهم ديجا قالك الشوفير رخصته قالك ديجا مشي نحيوهم جملة المتروات والله من التكسير ومن كل شيء. احنا ديجا ناقصين معناها ترونسبور في تونس. مع زوز متروات يطلعوا حي بخادون ويجي زوز برك، يطلعوا حي بخادون ويرجعوا. نفسه نهار كي. هكا. زوز متروات، اي زوز متروات يطلعوا الحي بخادون ويرجعوا، نقعدوا نستناو بالساعة بالساعتين وانت والوقت. هذيك علاه. وانت كل يوم تتنقل مدام قلت لي بالمترو، يعني تمشي بحذا الوالدة نتاعك؟ الوالدة تعبة نمشي لها كل يوم، وليت ونمشي مرة في الجامعة وليت. قلت نمشي مرة قبل. معناها مشكلتك ترونسبور. ترونسبور. هي هوني حي ابن خلدون ولا؟ ابن خلدون معناتها قريبة، معناتها درجين نجي غادي، أنا نسكن باب الخضر درجين نجي غادي، ما عادش أساسا نخرج نلقى المترو يستنى في، والله المترو يستنى، توا ما عادش ولينا بالساعة بالساعتين نضربوا حتى ما عادش. معناها باش تقضي قضية متاع ساعة. يرحم بو. خمسة سوايع. نضربوا خمسة سوايع، أنا مرة أخرى عندي رانديفو طبيب متاع راجلي، ضربتها بالساعة ما رانديفو مشي علي. تلمون سنة في المترو في باب تزيرة، سنة في المترو جاي من 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 حاب خادون من بارتو. مش معقول هكا زاد، نحن تعبنا تعبنا تعبنا، نطلعوا يبدا معبي ياسر ومش معقول معبي عام الاخر يبدا هذاك عليه. كيفاش قاعدة تواجه في المواطن بصفة عامة؟ معناها نقولوا أنت تمشي هكا تنجم اليوم تمشي غدوة ما تمشيش عادي، فما عباد تخدم فما عباد تقرا، يعني يلزمها تمشي. إيه يلزمها هذيك تمشي العباد تقرا وكل شيء. ما يجي روتار على الخدمة كل يوم ولا يجي روتار على القراية كل يوم؟ روتار على القراية وعلى الخدمة وعلى كل شيء، توا في كل شيء تمشي تحب تقضي قضية روتار في المترويت، روتار على الأخر والكيران وكل شيء على الأخر، روتار زاد على الأخر زاد ولينا بالساعة بالساعتين. ما عندك شي وسيله نقل اخرى تنجم تنقل فيها؟ مترو. وين مترو؟ حتى الكار تقعد بالساعه زيد كي نفس اللي. ما عادش ما عادش ما عادش تجيبش تكلم واحد الشوفير ولا حاجه يقول لك ليه من الواطن يكسر في المترويت، مش منا نحن، مش تجيبش تكلم المواطن يكسر في المترويت، وانا راه فيهم بعينيا يكسروا فيهم بالحق بالهرات مكسرين في حي بخدون. مش معقول زيد هكا زيد، ثم لازم مراقبه في كل ريه، ثم تبدا مراقبه في الريه تبدا كل مراقبه. بخلاف المشاكل اللي تصير لداخل معناها في وسط المترو، مشاكل كبيره كبيره اكتظاظ مثلا بالطبيعه مادامكم تستناو بالساعه بساعتين، يعني العبيد الكل اللي باش اللي نورمالمون يطلعوا في 3 متروات باش يطلعوا في مترو واحد. يطلعوا بانديه في المتروات، يطلعوا بانديه في المتروات اباخ الاكتظاظ. بانديه كيفاش معناها بانديه؟ موس ما روح اقسم بالله موس. يعني اي اللي يعملوا في البراكاجات، يعني البراكاجات في اباخ جبل اباخ في الموس يطلع بالموس. اعطيني بورتابل تاعو والله قدام عيني. صارت قدامك؟ قدام عيني اقسم بالله، ولا طالع في المترو بالموس قال اعطيني بورتابل هكا بالضبط هكا بالموس من غير ما هز ومشى يجري معناها. طلع له في المترو بالموس اعطيني بورتابل يعمل له امي مريضه وامي تعبه. قدام المواطنين؟ قدام المواطنين. المواطنين ساكتين؟ انا تكلمت تكلمت، مش نقول لك انا فخره ولا تكلمت، قلت له عايش ولدي صغير وكل شيء. جاني واحد داخل كبير قال لي اش دخلك انت مع بعضهم؟ مع بعضهم شركه مع بعضهم مع بعضهم. واحد كبير قال لي اش دخلك انت هما بعضهم؟ هبطوا فرد لاري وفي بعضهم. معناتها مشاكل كبيره، يدك تطلع في المترو تبدا خايفه، كي تطلع في المترو تبدا خايف، تبدا حتى يديك على قلبك. والله وقتاش توصل الدار وما عادش انا وما عادش تو انا مثال امراه معناتها قريب نكبر كبيره. كي نطلع كل الوحده هذيك من المترو نحيوها، نحن كيفاش نهبط من المترو؟ انت شيء كبير والله. الا ساعات تجي باش تهبط عليها تلقاها مش تطيحش على راسك، تطيح على والله قسما بالله قداش مره صارت لي انا هذيك. يعني اليوم المترو حاجه خطيره على المواطن. هي وسيله باهيه، وسيله نقل باهيه. اي وتوا ما عادش توا ما عادش، هو شويه من المواطن وشويه من الشركه شويه.
المواطن شوية مش كي راهو الشركة راهي كيك المواطن يكسر وكل شيء، الشركة بالطبيعة مش تبدا تجبد في روحها وكل. فمشي هكا مساج معناها تحبوا توصلوا للسلطات المانية بالأمر بخصوص النقل في تونس؟ خاطر تو نحن نسي وكلنا شوية مراقبة شوية بوليسية، شوية كلها هري بوليسية، مش يكسروش المترويت، والشركة زادت تجيب لنا المترويت زوز ولا ثلاثة، مش زوز يمشيوا ويقعدوا الساعة نصنيوا بالساعة الآخر، مش معقول هكا. قلت لي الكار كيف كيف؟ كار كيف كيف بساعتين الكار ساعة. والتاكسي؟ التاكسي تحب كي تجي توقف وتحب تطلع معاه يقول ما يحللكش الباب اللي يسلك وين باش تمشي، كاين باش تقول له بعيد يركبك يمشي يقول لك ها هوني، يقول لك لا حايب خدوني، يقول لك لا، يقول لك هاي الزهره ولا المرسى ولا الحلق الوين، يقول لك هاي هو كيفه التاكسي، هو كيف بلي معناها كاين تاكسي جماعي عنده وجهه واحده يعني. هي تاكسي جماعي هذيك، تاكسي جماعي يوصل هذاك بال وين مش تمشي، هذيك معناها عنده طريق واحد يمشي له. هذاك طريق واحد، انا نحكيك على التاكسي الخاص. التاكسي الخاص علاش يقول لك؟ يقول لك وين ماشي، تتوقف تاكسي تقول لك انت نورمالمون تقول له وين ماشي. انا حاب نقول له عايش خويا باش وصلني، يقول لي وين ماشي ساعه قبل، ما يحلكش الباب يقول لك وين ماشي قبل. فهمت؟ كي تقول له حاجه ستاسيون بعيده يقول لك لا ما نجمش، كي تبدا قريبه يقول لك بون. مش تاكسيات الكل؟ مش تاكسيات الكل، لا 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 مش تاكسيات الكل، لا لا مش تاكسيات الكل، لا لا مش تاكسيات. فما وليد حليل يعني؟ فما وفما، لا فما وفما، فما وفما. لكن المشكلة إنه التاكسي، المشكلة الكبير إنه التاكسي ديما معبي يعني، ديما فيه شكون راكب، هذاك علاش ما تلقاش؟ مي شيء. الناس الكل تلتجئ للتاكسي. وقت ال وقت من الساعة من الساعة ونص، وقت ال 8 متاع الصباح. 8 متاع الصباح. 5 متاع العشية. 5 متاع العشية، وقت الذروة وقت العباد تكثر معناتها فهمت؟ ولا ما ثماش مترويات جملة، العباد التاكسي ما عادش تقف لك جملة. التاكسي. ربي وسيلة التنقل في تونس حاجة ولات معضلة يعني، مش حاجة مملة ولات ملينا منها والله. تطلع في المترو تبدا تخمم وقتاش باش تمشي وقتاش باش توصل وقتاش تبدا تستنى. انا البارح من الاول ما ساعتين وصلنا فيه باش نمشي الاول ما ساعتين، تصور انت في المترو وصلنا فيه، انت حاجة غاف على الاخر والله. وربي يهدي للشباب زادة، يبدي يهدي لنا الشباب شوية وينحيوا التكسير هذايا والواحد ان شاء الله ربي يهديهم. وكاو ان شاء الله يعطيك الصحه مدام نخليلك الكلمه الاخيره، شنو تحب تقول؟ نقول ان شاء الله ربي يهدي الشباب، وان شاء الله ربي يجلي على صليح، وان شاء الله من جاي معناتها احسن من حسن الى احسن. والله اللي فات والله شكرا مدام.